والآن لنتعرف على ديني، دراجة المدينة التي تعتبر دراجة المستقبل ذات العديد من المزايا والفوائد لمستخدميها. هذه الدراجة الخاصة تتكامل مع نظام الحماية ضد السرقة من خلال تحويل المقود إلى قفل خاص بالدراجة، بالإضافة إلى تواجد رف خاص بحمل الأمتعة. كما أن الدراجة تصلح لتسلق التلال مع تميزها بالمساعدة الكهربائية والتحول والعتاد التلقائي ووامض نظام الكشافات والمصابيح التلقائية أيضا. لكن هذه الدراجة غير متوفرة حاليا في الأسواق، وقد تم تصميمها فقط لمشروع ولاية أوريغون الأمريكية، والتي حازت خلاله على الجائزة الأولى.